السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، الفيديوهات اللي أنا مصورها لكم دي كلها ابتداء من الفراولة، والأول قبلها اشترينا الخضار من السوق، كل ده في يوم واحد. فأنتم متخيلين بقى أنا شكلي ايه دلوقتي. رحت السوق وجبت كمية خضار زي ما وريتها لكم في فيديو المشتريات، خلاص ده نزل. فرزنت أول حاجة الفراولة، ودلوقتي هفرزن الخضار ده اللي فاضل، وناقص لي السبانخ برضو لسه منضفتهاش وهفرزنها إن شاء الله. معلش أنا آسفة الموبايل بيتحرك. وبإذنك يا رب كمان ناقصنا يوم للمخللات، بس مش قادرة أعمل النهاردة مخللات خلاص والله أرهقت. بصوا حبايبي، كوسة، بروكلي، فاصوليا، وبسلة. ماشي، أنا طبعا بشيل بسلة كتير. خلاص حبايبي، زي ما قلت لكم ان انا مفرزنه بسله قبل كده كتير. طب انت حاطه بسله تانية ليه؟ اولا البسله الاكله الوحيده اللي عندنا، لازم تبقى عندي لحد ما حتى الجديده تطلع، لازم يبقى في عندي بسله على طول بستخدمها على طول. اول حاجه بصي هوريك الاول ازاي نفرزن الحاجه لوحدها، وبعد كده ازاي نفرزن الحاجه لما هاجي هشكل الكوسه. بصوا عملت فيها ايه، كحتها قطعتها تخين شويه، هحطها زي ما هي كده. طب ما انت ممكن تحطيها في طبق، ممكن احطها في طبق بس انا مش عايزاها في اطباق عشان ما تضايقنيش. ماشي، وتاخد مكان. انا عارفين اللي هو ايه، بتحايل على الديب فريزر ان هو ياخد اكبر كميه انا عايزاها. ماشي، اكله زي ما هي، بخار ميه لا، تتعمل بسمن او زيت تتشوح لا، ما يتحطلهاش ولا حاجه، زي ما هي كده واطلعها زي ما هي متلجه واحطها في الصلصه بتاعتها. دي طبيخ، دي طبيخ. ماشي، طب مش عايزاها طبيخ، عايزاها صينيه زي ما هي صينيه، بس مش هقطعها بقى بالطول لا او بالورب لا، هتبقى رفيعه. انا عايزاها اقطعها سمكها كبير كده، واروح برده مطلعها زي ما هي وهي متلجه، ابتدي زي ما بيقولوا ايه، افرطها بايدي، هي تتفرط بالايد، وابتدي اروح ماسكاها حطها مع العصاج وابتدي اشتغل فيها بشاميل عادي جدا. جربتها عن تجربه على فكره، ما رضيتش اقول لكم عليها من السنه اللي فاتت، قلت اجربها الاول. انا ما كنتش بفرزن الكوسه، كوسه ما كنتش بفرزنها، كنت بخاف منها جدا. خلاص، بس عشان خاطر انا ايه، مش عايزه اطول عليكم. طب البروكلي، ادي البروكلي زي ما هو، لا مسلوق ولا محطوط في اي حاجه. بصي متقطع اهو وزي الفل، ادي البروكلي اهو، واتشطف، شطفناه حلو قوي قوي قوي، ومسكناه صفيناه من ميته، وادي الكميه اللي انا عايزاها اهو بروكلي. خلاص، البروكلي لوحده برده من غير ولا اي، كل خضاري بعمله ني خالص ما عدا الكرنب، الكرنب الوحيد اللي ما يتعملش ني، والارنبيط. الارنبيط لا، طب ما انت تقولي الارنبيط وده البروكلي، لا البروكلي لا، ما يتحطش في ميه مغليه، ما يتحطش صدمه ويطلع بيمرر وبيبقى وحش، ني زي ما هو كده وهو متلج، نبتدي نحطه في الحاجه اللي احنا هنشتغل فيها لو عايزه اعمل شوربه بروكلي. خلاص، الفاصوليا، بصوا بقى هجي لكم كده. فاصوليا انا قبل كده قلت لكم على الفاصوليا زي ما هي، زي ما هي. بصي احنا لا اتحطت في بخار ميه ولا اتحطت في اي حاجه خالص خالص، زي ما هي ناشفه اهي، بصوا زي ما هي. فش اي حاجه، انجح طريقه للفاصوليا وهي نيه، انجح طريقه. انا جربتها بكل الاشكال، الفاصوليا انا بشتغل بيها بقالي سنين، انجح طريقه كانت معايا وهي نيه. ادي الفاصوليا. ماشي، انا يعتبر الفيديو ده لمالك كل الحاجه اللي بتتفرزن على البارد، او معظمها، او معظمها. بصوا ادي فاصوليا، كيس فاصوليا اهو، هطبخها، هعملها سوتيه، هعملها اي حاجه، الفاصوليا اهي. خلاص، برده تتقفل كده، يبقى احنا كده عملنا فاصوليا وبروكلي وعملنا كوسه. ماشي، الحاجه هتمتح. طب البسله كذلك، البسله زيها زي اخواتها دول بالظبط. ادي البسله، الحاجه هتنتحر مني، ادي البسله اهي، خليها لكم كده قريبه. بسله تفرطيها، تقطعي عليها الجزر، تشطفيها شطفه حلوه جدا جدا، تصفيها من الميه يا حبيبتي، وتبتدي تحطيها اكله في الفريزر او في الكيس اهو. ومن الكيس انا بس معلش عشان الحته عندي بس صغيره اللي انا بصور فيها، ادي اهو. انا بقى هحتاج مثلا ايه، بسم الله ما شاء الله، انا جايبه النهارده 3 كيلو، الله اكبر عليهم يعني، تسلم ايدين بصراحه الحاجه اللي انا جبت منها، اكنهم 5 كيلو بسله مليانه كلها وفي منتهى الجمال، الله اكبر. انا بحب طبخه البسله مليانه شويه، يعني احب اعمل حبه كتير بسله.
ايه دي؟ بسله بالجزر، ولا ميه ولا بخار ولا تتصدم بمعلقه سمنه او معلقه زيت او تتشوح ولا الهواء، نيه نيه نيه. خلاص دي البسله، يبقى البسله والجزر والبروكلي والفاصوليا كله ني. خلاص يا حبايبي. طب هنعمل ايه تاني؟ بما ان الحاجات دي متوفره عندي نعمل ايه؟ طبعا انا قلت لكم ان انا مش بفرزن، اللهم صل على النبي، مش بفرزن بطاطس، البطاطس متوفره طول السنه. هنحط بصوا بقى حبه كوسه، حبه كوسه كده، اتنين تلاته بروكلي، ماشي دي كبيره شويه، هنقطعها قطعها كده. نعمل شوربه خضار، كيس شوربه خضار، ادي بروكلي، هحط حبه فاصوليا على بسله. عايزه تحطي في طبق يا ماما في اللي حطي، عايزه تحطي يا قلبي في علب اللي هي البلاستيك الشفاف حطي. انا بالنسبه لي كحنان انا بحب الاكياس البلاستيك جدا جدا، اطلعها اقطعها واروح رميها في الزباله، خلاص الموضوع خلص. حبه فاصوليا، يبقى ناقص ايه؟ شوربه الخضار، بطاطسايه صغننه هنقطعها عليها لما نطلع الكيس ونروح لحبه. ادي حبه شوربه خضار تحفه، كوسه وبروكلي، ادي بروكلي اهو، بسله، فاصوليا. يبقى محتاجين بطاطسايه واحده فقط لا غير تتحط عليهم يعني، ونروح مشتغلين فيها على طول، الشوربه تكون سخنه ونروح مطلعينها على الشوربه جاري وهي متلجه. طب انا مش عايزه يا حنان شوربه خضار، عايزاها خضار سوتيه وهي متلجه. هفتح الحله او الطاسه فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص يعني، واروح حاطه ده زي ما هو كده، هينزل ميته، مجرد ما ينزل ميته يشرب ميته يفك، وينزل ميته يشرب ميته، هيكون يستوى بقى زي الفل. تيجي نحط عليهم منكهات اللي احنا عايزينها. هكمل بقيه الخضار، فرزنت الخضار، واوريكم الشكل النهائي بقى. ايه دي يا قلبي، بسم الله ما شاء الله، الحاجه اهي خلصتها. 3 كيلو بسله على كيلو ونص كوسه على كيلو ونص فاصوليا وكيلو بروكلي او بروكلايه. بصوا طلعوا لي قد ايه، طلعوا لي كام اكله، طلعوا لي اكلات كتيره. اول حاجه عملت كوسه، كوسه هطبخ كوسه، عملت كوسه لوحدها وجربوها صدقوني على ضمانتي، بس اوعي تسيح منك ما تسيحش، اشتغلي فيها وهي مجمده. عملت طبختين كوسه، عملت طبخه فاصوليا لوحدها، طبخه فاصوليا لاني ما حدش باكلها غيري انا وبنتي، دي اللي هي مصلصه، فاصوليا مصلصه. عملت طبختين بسله، ماشي طبختين بسله اهم، ادي طبختين بسله. عملت بقى اربع ثلاث اكياس شوربه خضار او خضار سوتيه زي ما انت عايزه تسميه، شوربه خضار او خضار سوتيه، فيها بسله وفاصوليا وكوسه وفيها جزر وفيها بروكلي. تستخدمي شوربه خضار، تستخدمي خضار سوتي، انا بستهلك خضار سوتي كتير، واللي عارفني في فيديوهاتي ان انا دايما بعمل خضار سوتي كتير في بيتي. طلعوا لي ثلاث اكلات محترمين كبار، بصوا كبار على قدنا احنا الاربعه، ثلاث اكلات كبار جدا. خلاص طلعوا لي ايه تاني؟ البروكلي، طلع لي دول. طب انت ليه عملتي اتنين بروكلي لوحدهم؟ ساعات بنتي بتحب تعمل شوربه بروكلي تبقى حاجه على قدها، او تعمل اندومي معاها بروكلي، او مكرونه معاها خضار فبتحب تحط بروكلي، فانا عملت لها اكلتين صغيرين على قدهم اللي فضلوا، دي ممكن نعملها شوربه، دي ممكن تتحط مع الاكل. ادي كيسين بروكلي، وده دي بقى فاصوليا وبسله بس وجزر. ليه؟ لان دي احنا بنعمل لما سلطه خضار كتير بالمايونيز، فهمتوني ازاي؟ انا ده مش هيكفيني طبعا، يعني هجيب ان شاء الله واعمل تاني، يا اما انا عندي في الفريزر فاصوليا لوحدها وبسله لوحدها، لما بيعجز معايا باخد كيس من ده وكيس من ده وافضي منه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، الحاجه حلوه والحاجه كويسه وجميله. فرزني في بيتك ما تقلقيش، تقلقيش من الكوسه رائعه رائعه. في ناس فرزنوا كتير اللهم صل على النبي البطاطس، بس انا ما عملتهاش ومش بعملها بصراحه، مش هكذب عليكم ان احنا مش بنعمل بطاطس محمره كتير، يعني مش بنهرس فيها كتير، فهمتوني ازاي؟ مش فارقه معايا. طلعنا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هنقول 10 اكلات، 10 اكلات. شوفي انت لما تشتري الكيس من بره بكام، وانا قاعده بتفرج على التلفزيون او بسمع ام كلثوم وانا عماله بفصص وبنضف الحاجه، ما وقفتش على رجلي، قعدت وقعدت انضف في الحاجه. انزلي يا حياتي ربنا يرزقك يا رب ويفتحها عليك ويفتحها علينا جميعا، ونجيب خضرنا ونجيب حاجتنا وننضفها ونحطها في الفريزر بتاعنا يا قلبي. صدقوني الحاجات دي، خلي بالنا الحاجات ابتدت تغلى وابتدت تمشي من السوق، فنلحق زي ما بيقولوا ايه، وده بيسهل عليكي حاجات كتير تانيه كتير قوي قوي. يا ريت فيديو النهارده يكون عجبكم، يا ريت تجربوه، ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك، بحبكم قد الدنيا دي كلها. انا حنان رمضان.